السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأعزاء، اليوم عندنا واحد العرض اللي قليل فاش كنلقاو بحالو، عرض ديال السكن المتوسط، ديال شقة من فئة ديال السكن المتوسط ولكن بالفينيسيون ديال الشقق الفاخرة وبثمن ديال الشقق الاقتصادية. حنا غادي نشرحوا علاش كنقول هادشي. من قبل المشاهدين الكرام، كنبغي نعرف القناة ديالنا الناس اللي كتشاهدنا أول مرة، مرحبا بكم. القناة ديالنا راه حنا وكالة عقارية بمدينة مكناس اللي سميتها افائل، كنتكلفوا بيع العقارات في المدينة ديال مكناس. إلا بغيتي تشري شي عقار ولا إلا بغيتي تبيع العقار ديالك، أؤكد إلا بغيتي تبيع العقار ديالك ممكن تتصل بنا. إذا على بركة الله، هذه شقة كما قلنا دابا عاد من الفئة ديال السكن المتوسط وبالثمن ديال السكن الاقتصادي وبالفينيسيون ديال السكن الفاخر. علاش؟ كما كتشاهدوا لا فينسو انتما كتشوفوها، البيبان فيها دي بورت بلاندي، دي بورت داك الصحاح، مطبخ مطبخ عصري، صباغه كلها بلاتينيا، عدد ديال الغرف فيها جوج ديال الغرف، وحده فيها البلاكارات ديالها وحده خاويه، كاين فيها حمام، عدد ديال الطوابق ما كاينش بزاف، عدد السكان ما كاينش بزاف، والثمن ديالها اللي وصلنا باش نقولوا الثمن اللي هو فقط 32 مليون وقابله للنقاش. الموقع ديال هاد الشقق جاي في موقع مثالي وحي اللي مازال تيكبر نهار من بعد نهار وشهر من بعد شهر، وكنلاحظوا حنا براسنا كنلاحظوا الفرق، اللي هو حي بالقرب من السوبر مارشي ديال مرجان او المدرسه ديال التكنولوجيا لو اس تي. اذا هذه هي الشقه كما كتشوفوا، غادي نخليكم تشاهدوها، تشاهدوا لا فينيسيون ديالها. بالنسبه للمساحه ديالها هي 60 متر مربع، كتبان بان فيها مساحه اكثر، ف 60 متر مربع اللي مبنيه بالنسبه للمساحه اللي في التيتر، كنظن غادي تكون قل منها بشي 3 متر او 4 متر، ولكن فيها كل ما يحتاج الانسان. اذا على بركه الله غادي نخليكم تشوفوا الفيديو، ما تنساوناش وما تبخلوش علينا بالاعجاب بالفيديوهات ديالكم، بالاشتراك كذلك في القناه، راه محفز لينا كبير 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 جدا. اذا كان عندكم شي عقار بغيتي تبيعو ولا بغيتي تشري شي عقار، لا يكفي الا الاتصال بنا. اذا غادي نخليكم مشاهدي الكرام والى اللقاء.